بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله النهاردة بنكمل حل كتاب المعاصر الوحدة الخامسة الدرس الأول والثاني. عندنا عنوان الوحدة Where do you work؟ Where do you work؟ أين تعمل؟ في عندنا طبعا دي صورة نجار اللي هو كاربينتر. هنا عنوان الدرس الأول I love my job. I love my job، أحب وظيفتي. كي فوكابيولاري، إلكتريشن، إلكتريشن كهربائي، ميكانيك، ميكانيك، بايب، بايب اللي هي الماسورة، بلامر، 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 طبعا البي ما بنطقهاش اللي هو السباك، باس درايفر، باس درايفر، سائق الأتوبيس، بارسل، بارسل يعني طرد يأتي في البريد، تراش، تراش بتساوي كلمة جاربيج، تراش، جاربيج يعني قمامة، ميل كارير، ميل كارير، سائل بريد، garbage collector، garbage collector جامع القمامة، ميسي، ميسي فوضوي، فوسيت، فوسيت صنبور أو حنفية. كلمات إضافية ويت، ويت رطب أو مبلل، young، young صغير السن، driving، driving القيادة أو السواقة، job، job وظيفة أو مهنة، problem، problem مشكلة، difficult، difficult صعب. عندنا تصريف الأفعال conjugation of verbs. عندنا في الانجليزي في افعال منتظمه افعال غير منتظمه. الافعال المنتظمه اسمها regular verbs. افعال منتظمه عشان احولها من البريزنت الى الباست، من المضارع الى الماضي، بزود الفعل يا اما دي يا اما اي دي يا اما اي اي دي حسب ما بينتهي الايه الفعل. يعني لو الفعل زي فيكس كده ما فيهوش اي بزود له اي دي يبقى فيكس ويت ويتد هوب هنا اخرها اي زودت لها ايه الدي بس يبقى فيكس فيكزد اللي هو يصلح او يثبت ويت ويتد هوب هوبد. اما الافعال اللي هي الغير منتظمه عشان احولها من البريزنت الى الباست من المضارع الى الماضي تحفظ كما هي. تيك اوت الماضي منها توك اوت يعني يخرج او خرج. فورجيت ينسى فورجوت. درايف دروف. تعبيرات وحروف جر مهم. وات اباوت وات اباوت يعني ماذا عن. ما خد راي واحد في حاجه واللي وات اباوت ماذا عن وياتي دائما بعدها يا اما اسم يا اما فعل زي اي ان جي. ماتش بيتر ات ماتش بيتر ات افضل بكتير من او في يعني. هاف تو هاف تو يجب. وات هابند وات هابند ماذا حدث. عندنا اختبار قصير على الكلمات. تشوز رقم واحد ماي كار دازنت ورك سيارتي لا تعمل. اي ويل جو تو ذا نوت تو فيكس ات سوف اذهب الى من عشان يصلحها. طبعا عندنا جاردينر اللي هو البستاني بلامر السباك ميكانيك هي دي صح. اما كلينر عامل النظافه لا. اتنين ذا نوت درايفز ذا تشيلدرن تو زير سكول. درايفز يعني هنا يتوجه او يقود الاطفال الى مدارسهم. باس درايفر سواق الاتوبيس دي اللي صح. اما دي ميل كارير سائل بريد. جاربيج كوليكتور اللي هو جامع القمامه. الكتريشن لا. رقم 3 ذا ستريتس جيت الشوارع تصبح ايه بيكوز اوف ذا رين بسبب المطر. صني مشمس ولا ويت مبلل هي إيه دي. دراي جافه هوت حار. بنيجي دلوقتي ليسننج اند ايه ريدنج. ليسن اند ريد استمع واقرا. وات از داز جوب وات از داز جوب ما وظيفه الاب. داد دو يو لايك يور جوب يا ابي هل تحب عملك. الاب بيقول يس اي لاف بينج ا بلامر نعم احب وظيفتي كسباك. Sometimes it's wet and messy. يعني أحيانا يكون المكان مبلل وفوضوي. Because I have two fixed pipes and faucet. لأنه يجب علي إصلاح المواسير والحنفيات. Did you want to do a different job? هل أردت القيام بعمل مختلف؟ When you were young عندما كنت صغير؟ الإجابة لا يس نعم. I wanted to be a bus driver. أنا كنت أريد أن أصبح سائق أتوبيس or a mechanic أو ميكانيك. فالبنت قالت له إيه؟ So what happened؟ وماذا حدث؟ إيه اللي حصل يعني؟ ما أصبحتش ليه سواق ولا ميكانيك؟ لا ويل حسنا I don't really like driving. أنا لا أحب القيادة حقا. I was much better at fixing pipes and faucets. يعني أنا كنت أفضل بكثير في إصلاح المواسير والحنفيات than cars من السيارات. What about you يوسف وماذا عنك يا يوسف.
Do you like being an electrician? هل تحب كونك كهربائيا؟ لا yes. I love making things work. أحب أن أجعل الأشياء تعمل. Oh look. Here is the mail carrier. Oh انظروا هذا وسائل البريد. I hope he has my parcel. أتمنى يكون لديه طرد ليا. And there is the garbage collector. وهو جامع القمامة. Oh, I forgot to take out the trash. نسيت أخرج القمامة. Wait please. من فضلك انتظر. استنى. هنا دلوقتي بي سؤالين. What is the job of the dad? ما وظيفة الأب؟ He is a plumber. هو سباك. What does Yusuf love doing? ماذا يوسف يحب أن يعمل؟ He loves making things work. وبيحب يخلي الأشياء تعمل. نيجي على بقى هنا جنرال اكسرسايز على الدرس الاولاني ده طبعا سؤال ايه يا جماعه؟ سؤال ليسن. هقرا النص وكلنا نخلي بالنا ونختار. اول حاجه لحظه واحده. في عندي دلوقتي اي ام ماجد، انا اسمي ماجد. ماي فازر از ا بلامر، والدي سباك. When my father was young، عندما والدي كان صغير السن، he wanted to be a bus driver، كان يريد أن يكون سائق أتوبيس or a mechanic أو ميكانيكي. He was much better at fixing pipes and faucets than cars، يعني هو أفضل بكثير في تصليح المواسير والحنفيات أكثر من السيارات. So he decided to be a plumber، قرر أن يكون سباك. He loves his job، بيحب وظيفته. And the thing is that being a plumber is the most interesting job. وكونه سباك هي أفضل وظيفة بالنسبة له وشيقة يعني. هنا السؤال الأولاني بقى. Maggie's father is a طبعا is a plumber سباك. When Maggie's father was young لما كان صغير he wanted to be كان عايز يبقى bus driver سواء أتوبيس. تلاتة ماجدز فازر was much better at fixing pipes المواسير والحنفيات. ماجدز فازر his job يبقى ايه loves his job يعني بيحب ايه عمله بيحب وظيفته. نيجي على سؤال تشوز رقم واحد. If you have a problem لو عندك مشكلة with pipes في المواسير in your house waiter you need انت بتحتاج ايه electrician كهربائي ميل كارير سايبريد باس درايفر ولا بلامر طبعا بلامر اللي هو السباك. اتنين ميل كارير سائل بريد هاز انوت فور ماي داد مع ايه الابي بارسل يعني ايه طرد بريدي. رقم 3 انوت وركس هارد يعمل بجد تو كوليكت جاربيج بجمع القمامه يبقى جاربيج كوليكتور جمع القمامه. 4 ذا روم از ايه وي نيد تو تايدي ات عايزين نرتبها عايزين ننظفها يبقى ايه ميسي فوضوية. رقم 3 read and complete the text. عندنا work driving trash fixing electrician. علي has two brothers. علي عنده اخين اثنين عمرو وعادل. عمرو and عادل are hard workers يعني يعملون بجد ونشاط. عمرو is a nut he loves making things work. عادل is a mechanic يبقى هنا اللي هو عمرو بقى يكون ايه اللي هو ميكانيك الكتريشن كهربائي. هو يحب جعل الاشياء ورك تعمل دي هتبقى اتنين عايز يخلي الحاجات ايه تعمل يا جماعه. طيب بعد كده عادل از ميكانيك هي لايكز فيكزنج يبقى دي تلاته طبعا دي قلنا اتنين. هنا اللي بيحب يصلح العربيات والاتوبيسات. علي وانتس تو بي ا باس درايفر عايز يبقى سواق اتوبيس because he likes driving لانه بيحب السواق. في التمرين اللي بعده read the text and answer the questions. All jobs are important كل المهن مهمه. There are many workers in our community يوجد كثير من العمال في المجتمع بتاعنا. A mail carrier has parcels for us سائل بريد معاه طرود لنا. A garbage collector جمع القمامة collect the trash يجمع القمامة. Sometimes أحيانا it's wet and messy يعني المكان بيبقى مبلل وفوضوي. So we need a plumber عشان كده بنحتاج سباك to fix pipes and faucets عشان يصلح المواسير والحنفيات. A bus driver is the most interesting job
سواق الاتوبيس ده هو افضل وظيفه. هي درايفز بيبول، وهو يقود الناس تو ميني ديفرنت بليسز، الى اماكن مختلفه كثيره. اند هيلبز لوتس اوف بيبول، وبيساعد ناس كتير. اول ذيس وركرز شود ورك توجذر، كل العمال ده يجب ان يعملوا معا تو هيلب بيبول، لمساعده الناس. اند ميك زير لايف ايزر، وجعل الحياه اسهل. سؤال تشوز رقم واحد، ذا تكست از اباوت جوبز كلوز فود بلانتس، طبعا ايه جوبز. ذا اندرلايند وورد تراش اللي هي قمامه. ان ذا تكست مينز معناها ايه؟ لتر خطاب ولا حنفيه وماسوره جاربيج قمامه. سؤال 3، وات داز ذا باس درايفر دو، ماذا سواق الاتوبيس بيعمل؟ طبعا هي درايفز بيبول تو ميني ديفرنت ايه بليسز اند هيلبز لوتس اوف ايه بيبول. ده بالنسبه لسواق الايه الاتوبيس يا جماعه. ده يبقى رقم كام؟ رقم 3. رقم 4، هو كوليكت ذا تراش، مين بيجمع القمامه؟ طبعا اللي هو ذا جاربيج. هنقول مثلا اللي بيجمع القمامه هنا نقول اهو جاربيج ايه كوليكتور، كوليكت تراش، يبقى دي رقم 4. السؤال اللي بعده بانكتويشن، طبعا الدي اول حرف في الجمله كابيتال، والباقي طبعا يو لايك بينج ان الكتريشن، احطه في الاخر كوتشن مارك. نيجي باراجراف ديفرنت جوبز عن الوظائف المختلفه، يقول لك وات داز ذا بلامر دو، السباك بيعمل ايه؟ وات داز ذا ميل كارير دو؟ زير ار ميني ديفرنت جوبز، ان الكتريشن كونكتس، ذا الكتريست بيجمع الكهرباء هنا بيوصل الكهرباء. اجر بيج كوليكتور، هنا تيكز اواي اول ذا جاربيج تو كيب اور هاوس كلين. بلامر السباك، كونكتس ذا بايبس بيوصل المواسير اند فوسيتس. اميل كارير ديلايفرز بيوصل ذا ليترز الخطابات والطرق. بنيجي على الدرس الثاني، از ات نير اور فار، ده قريب او بعيد؟ الكتريستي كهرباء. الكلمات بقى لايتنينج اللي هي ظاهره البرق، لايتنينج سوكت اللي هو مقبس الكهرباء او البريزه زي ما بنقول عليه. الكتريك شوك صدمه كهربائيه، بلاج الفيشه. ستورم العاصفه، الكتريستي كهرباء. كلمات اضافيه الكتريكال كهربائي. ريبير شوب ورشه اصلاح. ليتر خطاب. انرجي سيفلي بطريقه امنه. فلاش وميض نور خاطف شديد بسرعه يعني. سبيد سرعه. هيوج ضخم. بيرن يحرق. تولز ادوات. دريبنج تنقيط. لايت الضوء. تصريف الافعال، افعال منتظمه من المضارع الى الماضي. هنا ستادي، هنا اخر بتنتهي بالواي بنقلب الواي الى اي وازود لها اي دي يبقى ستاديد. كنترول ازود لها اي دي كنترول. تاتشد. ترافلد. ديلايفرد. براكتس. الافعال الغير منتظمه طبعا تحفظ كما هي، بيكام بيكيم. بوت جيت جوت. تيك توك. في عندنا امبورتانت اكسبريشن، تعبيرات مهمه وحروف جر. جيت اون الكتريك شوك، يتعرض لصدمه كهربائيه. ميك شور يتاكد من. اماونت اوف كميه من. كلوز تو قريب من. نو هاو تو زائد المصدر، يعرف كيف. عندنا دلوقتي نقاط هامه على نصوص الاستماع، جايب لي اسم توبيك الموضوع اللي هو ذا الكتريستي الكهرباء، جايب لي كلمات ونحطها في جمل، والجمل دي في النهايه بتكون لي باراجراف. عندنا ترافل يسافر او يسير يعني. الكتريستي ترافلز فيري فاست، يعني الكهرباء تسير بسرعه جدا. دينجرس خطير، الكتريستي از فيري دينجرس، كهرباء خطيره جدا. شوك يعني صدمه، كنترول يتحكم. اف وي جيت ان الكتريك شوك، لو حدث لنا صدمة كهربائية we cannot control، لا نستطيع التحكم our bodies في جسمنا أو أجسامنا. بيرن يحرق، electricity can burn us، كهرباء ممكن تحرقنا. touch with يلمس مبلل، never touch anything electrical with hands، يعني لا تلمس أي شيء كهربائي بيديك المبلولة. سوكت وبلاج، سوكت اللي هي البريزه اللي بنحط فيها الفيشه، وبلاجز اللي هي الفيش. نيفر بوت اني سينج انتو ا سوكت، لا تضع اي شيء في المقبس.
Only use plugs. فقط استخدم الفيش. Make sure يتأكد dry. Always make sure دايما يتأكد your hands are dry. إن إيديك جافة ناشفة يعني. هنا في ملحوظة. بقول لك لاحظ إيه. نحن بنستخدم always و never to give instruction ندي بها إيه تعليمات. ودايما يأتي بعدها إيه مصدر. Always study hard. يعني دايما ذاكر بجد. Never eat unhealthy food. لا تأكل طعام غير صحة أبدا. سؤال تشوز. رقم واحد. Don't touch the hot pot. ما تلمسش الإناء الساخن. It can not you. ممكن يعمل إيه. Trouble study burn. يبقى burn. يحرقك. I like to watch the knot of lightning in the sky. يعني أنا بحب مشاهدة إيه. Smell. ولا فلاش ولا ساوند ولا ووتر فلاش اللي هو الوميض السريع ده وميض البرق في السماء. The sun gives us نقط during the day. الشمس بتدينا ايه طوال النهار جاز غاز ولا اويل ولا ووتر ولا لايت. لايت يعني ضوء. Make sure اتأكد your hands are dry ان ايديك ناشفة before you not anything electrical قبل ما تلمس اي حاجة في الكهرباء. If we get an electric shock لو حدث لنا صدمة كهربائية we can't control our bodies لا نستطيع التحكم في جسمنا. رقم 6. The electrician knows الكهرباء يعرف how to work كيف يتعامل safely في أمان with electricity مع الايه الكهرباء. نيجي listening and reading. Look listen and read. أميرة the electrician الكهربائية أميرة. أميرة اللي هي قدامنا دي تشتغل كهرباء. This is Amira. هذه أميرة. She is an electrician. دي فني كهربائي. She studied درست and practiced وتدربت for 3 years لمدة 3 سنين before she became an electrician قبل أن تصبح فني كهربائي. She knows هي تعلم how to work safely كيف تتعامل بأمان with electricity مع الكهرباء. Interviewer المذيع بيقول لها tell us أخبرينا something interesting about electricity. أخبرينا بشيء مثير عن كهرباء. أميرة قالت له إيه؟ Did you know هل تعلم؟ Electricity travels very fast. أن الكهرباء تنتقل بسرعة كبيرة جدا. Close to the speed of light. يعني تقترب من سرعة الضوء. In a storm في العاصفة. We sometimes see a flash. أحيانا نرى وميض of lightning من البرق. There is a huge amount دي كمية ضخمة جدا of energy من الطاقة in an electrical storm في العاصفة الكهربائية. Interviewer بيقول لها ايه؟ Is electricity dangerous؟ هل الكهرباء خطيرة؟ أميرة قالت له طبعا yes very dangerous ده خطيرة جدا. If we get an electric shock لو حدث لنا صدمة كهربائية وتعرضنا لها يعني we can't control our bodies لا نستطيع التحكم بجسمنا. It can also burn us. تستطيع أيضا أو يمكن أيضا أن تحرقنا. Interviewer المحاور بيقول لها إيه؟ How can we use electricity safely؟ كيف يمكننا استخدام الكهرباء بأمان؟ أميرة قالت له never touch anything. لا تلمس أي شيء electrical كهربائي with wet hands بإيديك مبلولة. Never put anything لا نضع أبدا into أي شيء يعني into a socket في البريزة. Only use plugs أي فقط استخدم الفيش. سؤال أولاني محلول. What did Amira do to become an electrician? She studied and practiced for 3 years. سؤال التاني بقى. Why is electricity dangerous? ليه الكهرباء خطيرة؟ Because if we get an electric shock لأن لو احنا تعرضنا لصدمة كهربائية we can't control our bodies. يا إما أقول it can burn us يعني ممكن تحرقنا. هنا بقى عندي حاجة اسمها ضمائر الإشارة. إيه ضمائر الإشارة دي؟ اللي هي this اللي هي بالشكل ده this that this those كل دول بمعنى هذا أو هذه أو هؤلاء. هنا لتوضح مدى قرب الشيء من المتحدث. بالنسبة ل this دي أداة إشارة طبعا مع تستخدم هنا مع الأسماء أو يأتي بعدها اسم إيه مفرد قريب. اسم مفرد قريب اي تستخدم اشاره الى اسم مفرد ايه قريب زي الكتاب ده مول ايه this book هذا كتاب. This bus driver هذا سائق الاتوبيس is taking me ياخذني to school يبقى انا عندي this بمعنى هذا او هذه وياتي بعدها اسم مفرد ايه قريب. اما that
برضو بمعنى هذا او تلك، وياتي بعدها ايه؟ اسم بعيد، استخدم اشاره لاسم مفرد ايه؟ بعيد، زي ذات بوك، شو المسافه كبيره. هذا الكتاب. ذات از ذا ووتر دريبنج، هذا هو الماء اللي بيتنقط فروم ذا فوست من الحنفيه. عندنا زيس، هي جامع زيس تي اتش اي اس، دي جامعها يعني. دي تستخدم للاشاره للجامع القريب، زي زيس بوجز، هؤلاء كتب. زيس ميكانيكس، هؤلاء الميكانيكيه. ورك ان ذا ريبير شوب، يشتغلوا في محل التصليح. اما عندنا زوس، ها تستخدم للاشاره الى اسم جامع بس قريب، بعيد قصدي، زي زوس بوجز، هؤلاء كتب او تلك كتب يعني. Those children are going to school. الأولاد دول رايحين الإيه؟ المدرسة. في عندي تمرين بقى على أدوات الإشارة دي، خلي بالكم معايا. My father bought those. هنا those بيأتي بعدها جامعة، يبقى بدل toys خدنا إيه؟ بدل toys، toys for me. رقم اتنين، هنا are these. These طبعا بتاخد is، يبقى is this his house. Those طبعا بعدها جامعة، يبقى نزود البلمر is. This بتاخد إيه؟ is وليس are. ذات برضو بتاخد is وليس are. this بتاخد ايه؟ جمع. يبقى this mechanics work in the repair shop. this بتاخد are وليس is. ذات بتاخد is وليس are. this بتاخد برضو is. my favorite book. رقم 10، هنا this bird over there is beautiful. طب الشعر على الطائر اللي في السماء، يبقى ناخد ذات للبعيد. this are the فوسيتس، دي طبعا جامع لان هنا جامع، ار للجامع يعني. بعد كده لوك ات، هنا بيردس ان ذا سكاي، طيور في السماء، يبقى ناخد زوس وليس زيس. زوس درايفرز، هؤلاء السواقين، ار درايفنج ذا نيو باسز. ريد اند تشوز، رقم واحد هنا كار مفرد، يبقى ناخد ايه؟ ناخد زيس الاولى، يبقى زيس كار از فيري اكسبنسيف. هنا ماونتينز ار فيري هاي، يبقى زوس لان دي للمفرد. هنا بينز جمع، يبقى ناخد ذيس. بينز ار بلو. هنا كان يو بينت روم، يبقى ذيس روم، يعني يلون او يدهن. هنا شوز، يبقى ذوس شوز ار فيري بيج. هنا ماب ويل هيلب اس، يبقى ماب ناخد ذيس الاولى. ماي فازر بوت نوت تويز، يبقى ذوس تويز، اللعب دي من اجلي. رتب بقى، are the children's these bags، يبقى these are the children's bags، هذه شنط الأطفال. هنا tolls the electricians are those، يبقى are those the electricians tolls، دي عدة كهربائية. book is this my، this is my a book. نيجي على general exercise، وبرضو listen على الدرس الثاني دلوقتي أملي برضو، وخلي بالكو معي. هنا بيتكلم على electricity can be very dangerous، كهرباء ممكن تكون خطرة جدا. if we get an electric shock، لو يعني حدث لنا صدمة كهربائية أو تعرضنا ليها يعني. we can't control our bodies، لا نستطيع التحكم في أجسامنا. it can also burn us، ممكن تحرقنا أيضا. electricity travels very fast، يعني الكهرباء دي قلنا بتسير بسرعة شديدة جدا، close to the speed of light، تقرب من سرعة الضوء. in a storm، في العاصفة. we sometimes see a flash of lightning، يعني أحيانا نرى وميض اللي هو الفلاش، يعني وميض البرق. this is a huge amount، دي طبعا كمية كبيرة من الطاقة. in an electrical storm، في العاصفة اللي هي الكهربائية. رقم واحد is very dangerous، يا ترى water electricity pollution، sunlight طبعا electricity. اتنين، if we get an electric shock we can't control، مش هنقدر نتحكم طبعا في اجسامنا. electricity travels very fast، يعني تجري بسرعة شديدة جدا يعني. اربعة، there is a huge amount of energy، في كمية كبيرة من الطاقة. in an electrical storm، سؤالي choose. The mechanic works in a to fix a cars، يبقى repair shop، ورشة إصلاح. اتنين، never touch anything electrical، تلمسش أي شيء كهربي. with not hands، يبقى with a wet hands، وإيديك مبلولة. never put anything into a نقط، only use plugs، يبقى ناخد a socket.
electricity can be it can burn us يبقى dangerous. السؤال اللي بعده practiced with speed electricity dry. I am Mona. اسمي منى. I am an electrician. أنا فني كهربائي. I studied and practiced. يبقى دي واحد. For 3 years لمدة 3 سنين before I became an electrician. I know how to work safely with electricity. Electricity travels very fast. Close to the speed of light. تقترب من سرعة الضوء. Electricity is very dangerous. Make sure تأكد your hands are dry. تأكد ان ايدك نشفة before you touch anything electric. Read and write the correct form. That بيأتي بعدها is the school bus. These children طبعا دي جامعة بياخد R. This طبعا بيأتي بعدها مفرد. Car is very fast. This story برضو مفرد بياخد is interesting. قطعة. My dad is an electrician. والدي كهربائي. He helps people use lights, watch TV, and use computers. يعني بيساعد الناس استخدم الأضواء مشاهدة التلفزيون واستخدام الكمبيوترات. Electricity is important. الكهرباء مهمة. We use it to light our houses. استخدمها في طبعا يخلي المنازل بتاعتنا منورة أو إضاءة منازلنا. But electricity can harm us. ممكن تأذينا أيضا. My dad knows how to work safely with electricity. والدي يعرف كيف يعمل بأمان مع الكهرباء. He never touches any electrical things. لا يلمس أبدا أي شيء كهربائي with hands. بيدين مبلولتين. He never puts anything in a socket. لا يضع أبدا أي شيء في البريزة. Electricity is very dangerous. كهرباء خطيرة. If we get an electric shock, لو تعرضنا لصدمة كهربائية, we can't control our bodies, لا نستطيع التحكم في جسمنا. Electricity can also burn us, ممكن تحرقنا كمان. سؤال تشوز. The text is about, بيتكلم عن ايه؟ Electrician. An electrician, طبعا هناخد ان. The underlined word harm means, كلمة harm دي معناها ايه؟ clean ولا hard؟ ولا refresh ولا care طبعا heart يؤذي. سؤال رقم 3. Why is electricity important in our house? ليه الكهرباء مهمة في بيوتنا؟ نقول كده أول to use lights, watch TV and use computers. ماشي كل ده. We use it to light house برضو. ديك برضو تنفع. ماشي. يبقى electricity is important. We use it to light. يبقى نخلي دي رقم كام يا جماعة؟ 3. Summarize the second paragraph. لخص البراجراف التاني بجملة واحدة. All never touches electrical things with a hands. البنكتويشن طبعا الW capital يا جماعة. وفي الآخر question mark عشان ده سؤال. السؤال البراجراف electricity كهرباء. هنا قال لي electricity is very dangerous. كهرباء خطيرة. If you get an electric shock, لو حدث أو تعرضت لصدمة, you can't control your body. لا تستطيع أن تتحكم في جسمك to use electricity عشان تستخدم الكهرباء. ماشي. وبكده أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي انتهينا من حل وشرح الدرس الأول والثاني من الوحدة الخامسة. تمنى لكم التوفيق واستنونا في بقية الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.